أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، لازلنا مستمرين معكم في التغطية التي تفردها قناة التناصح الفضائية لصد ثوار المنطقة الغربية، محاولة ميليشيات الكرامة التسلل إليها، وما اعتبره البعض محاولة انقلاب عسكري على المشهد السياسي وعلى الإعلان الدستوري وعلى التسويات السياسية التي حدثت من مدة ماضية. من حيث أعلن المجلس العسكري غريان عن انطلاق عملية الشهيد عبد الصمد حجاج لإنهاء أي وجود لميليشيات الكرامة في المدينة والمناطق المحيطة بها، أنها جزء من عملية وادي الدوم الثانية لحماية العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية. وطمأن المجلس أهالي غريان بأنه قام بتجنيب المدينة التصادم داخلها حفاظا على حياة أبناء المدينة وسلامتهم، مشيرا أن جهوده مستمرة منذ فترة طويلة، وأنه تم تحذير كافة الجهات الرسمية المعنية بوقت كاف لاتخاذ التدابير اللازمة لصد أي تمدد عسكري في المنطقة الغربية دون أي جدوى. من جانبهم أعلن ثوار مدينة الزاوية حالة النفير القصوى وإقامة الحرب على مشروع الانقلاب الذي يقوده مجرم الحرب حفتر، داعين كافة الثوار للالتحام ضد مشروع حفتر الانقلابي ودحره ورميه في مزبلة التاريخ حسب قولهم. واستنكر ثوار الزاوية الصمت القاتل للبعثة الأممية على هذه الانتهاكات الفاضحة لسيادة القانون والدولة، مطالبين الحكومة المقترحة بتحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية ضد هذا العمل التخريبي وإعلان الحرب والنفير ضد الانقلابي حفتر. كما استنكر أهالي وثوار مصراتة الخميس تحركات ميليشيات الكرامة في المنطقة الغربية وإشعال فتيل الحرب بالمنطقة، وأعلن الثوار في بيان مرئي لهم استعدادهم الكامل للوقوف أمام هذا الاعتداء، موجهين دعوتهم في الوقت ذاته إلى كل الثوار في المنطقة الغربية للتصدي لأرتال مجرم الحرب حفتر. مصراتة المجاهدة التي قسمت ظهر الطاغوت وحافظت على وحدة الوطن وفي الوقت الذي كما أدان عضو الرئاسي المقترح محمد عماري صمت المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة المجتمع الدولي تجاه محاولات مجرم الحرب حفتر زعزعة أمن البلاد والانقلاب على الشرعية لتحقيق مكاسب شخصية وعسكرة الدولة. ودعا زايد أبناء المؤسسة العسكرية والأمنية الشرعية من ضباط وضباط صف وجنود وثوار لبذل الغالي والنفيس للحفاظ على تضحيات شهداء ثورة 17 فبراير. كما أكد عضو المجلس الرئاسي العماري تأييده الكامل للجيش الليبي التابع للحكومة المقترحة، وبارك انتصاراته ضد ميليشيات مجرم الحرب حفتر. العماري في تصريح له من ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس دعا كافة الثوار والمدنيين إلى الوقوف ضد مشروع حفتر الانقلابي، أن دولة ليبيا لن تعود إلى حكم العسكر من جديد، كما دعا إلى توحيد الصف وتكاثف الجهود للالتفاف حول المسار السلمي لبناء دولة مدنية. 2019 ردا على سؤالك، العاصمة الحمد لله تعيش حياة طبيعية جدا، نحن لا في جولة تفقدية لوسط العاصمة لقوات وزارة الداخلية وتؤدي مهامها على أكمل وجه والحمد لله. ومن داخل العاصمة نحيي أبطال جيشنا الشرعي التابع لحكومة الوفاق الوطني وقوات المساندة من قوات الثوار، وهي تسطر الملاحم لصد العدوان على العاصمة. وهذه المدينة من تاريخها المدني الحضري مناراتها وعلمها وثقافتها سترد اليوم من ميدان الشهداء وتقولها بأعلى صوت أنها لن تعود تكون أسيرة بيد دكتاتور عسكري مرة أخرى. أعضاء حكومة الوفاق الوطني يؤدون مهامهم على أكمل وجه من داخل العاصمة، وهم داخل مكاتبهم يعملون لخدمة المواطنين. شكرا. وكان وزير الداخلية بالحكومة المقترحة فتحي بشاغة قد قال إنه يعتقد أن دولة عربية هي من باركت تحركات ميليشيات حفتر صوب العاصمة أعطته الضوء الأخضر، مؤكدا في الوقت ذاته حتمية فشل هذه العملية. أضاف بشاغة أن المنطقة الشرقية غلب على أمرها تكون تحت نظام ديكتاتوري جديد، وأنهم في الحكومة المقترحة سيسعون لإزالة هذا النظام من تلك المنطقة. يعتقد أن دولة عربية هي التي باركت هذا الهجوم، يعتقد.
وليس والمعلومات لا 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 لم تتأكد بعد. دولة عربية ربما دخلت على الخط أخيرا أو كانت من البداية ربما أعطت الضوء الأخضر لسيد حفتر الانطلاق للعاصمة، ولكن يبشر أن هذه العملية سوف تكون. وقال بشاغة بأنه لم يتفاجأ من تحركات ميليشيات الكرامة، لكنه أعرب عن تفاجئه من صمت المجتمع الدولي بشأن تحركات ميليشيات الكرامة. في مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية قال بشاغة إنه لا ثقة في المجتمع الدولي بعد الآن، مؤكدا أن ليبيا لن يحكمها السلاح، وأن من ظن أنه سيفرض سلطته بقوة السلاح فهو واهم، وأن الإرادة الليبية التي دفعت التضحيات ستعمل جادة لتصل لنظام ديمقراطي عادل. ليس في تحركات هذه القوة، المفاجأة في خذلان المجتمع الدولي للشعب الليبي، واليوم الشعب الليبي وخصوصا في المنطقة الغربية في مكان وقوع هذا الهجوم يشعرون بخذلان، ويشعرون أيضا أن لا ثقة في المجتمع الدولي. يجتمع مجلس الأمن الدولي الجمعة في جلسة طارئة بطلب من بريطانيا للبحث في الأوضاع الليبية حسب ما أفاد دبلوماسيون، بينما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، معتبرا الأولوية للحل السياسي. وفي بيان مشترك عبرت الإمارات وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة عن قلقها البالغ من التصعيد في ليبيا والقتال حول مدينة غريان، معتبرة أن التهديد بعمل أحادي لن يؤدي إلا إلى المجازفة بجر ليبيا نحو الفوضى. وفي رد فعل عربي أيضا نددت دولة قطر في بيان لها الخميس بالتصعيد العسكري لميليشيات مجرم الحرب حفتر التي بدأت هجوما باتجاه العاصمة طرابلس، محذرة من تداعياته على الأمن ومساعي التسوية في ليبيا. المتحدثة باسم الخارجية القطرية لؤلؤ الخاطر قالت إن دعوة الإمارات في بيان مشترك مع كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا لوقف هذا التصعيد تثير الاستغراب، لأنها هي التي تدعم ميليشيات حفتر، وطالبت الدول الشريكة للإمارات بضرورة حثها على إنهاء حالة الازدواجية في الخطاب، متسائلة عما إذا كان موقف أبوظبي مجرد ذر للرماد في العيون. ومعي عبر الهاتف الآن أحد قيادات الثوار بمدينة صليتن عبد الرؤوف الصاري. سيد الصاري أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك سيد الكريم وبمشاهديك الكرام. حياك الله. التحركات التي قامت بها كتائب ثوار مدينة صليتن ومصراتة والعديد من مدن المنطقة الغربية، أين وصلت حتى الآن؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ومن والاه. الحمد لله جميع كتائب ثوار مدينة صليتن في اجتماع بالأمس، وخرجت قوة لمساندة قوة، طبعا قوة صليتن منضمة إلى قوة مكافحة الإرهاب. طبعا الحمد لله شاركنا في حرب البنيان المرصوص ضد الإرهاب، ومدينتنا الحمد لله جميع الأجهزة اللي فيها مديرية الأمن وجميع أجهزة الشرطة والجيش تعمل، وما فيش أي فكر متطرف ولا فيه أي أفكار غريبة في مدينتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن موجودين ضد أي انقلاب عسكري على ثورة 17 فبراير الحكومة المدنية، وهذا ما ينادي به ثوارنا، ونحن موجودين لمساندة قيام دولة مدنية في ليبيا. الحمد لله قواتنا إلى الآن في اشتباك في جنوب طرابلس مع القوات الباغية على العاصمة طرابلس، وجاية يعني من مسافات بعيدة، وشربت الدمم لعسكرة الدولة الليبية، وإحنا بالتأكيد مجتمعين جميعا على كلمة واحدة ضد حكم العسكر ونعم لحكم الدولة المدنية في ليبيا. طيب سيد الصاري، أين وصلت القوة
التي خرجت من مدينة زليتن والتي تتبع لقوات مكافحة الإرهاب؟ قواتنا الآن متمركزة في منطقة تجورة وقوة أخرى متمركزة في منطقة يعني صلاح الدين بمعسكر الصواريخ، والقوة المشتركة الآن بمنطقة سوق الخميس مسيحل. طيب على صعيد الاشتباكات التي حدثت في سوق الخميس مساحل، ضعنا في صورة الوضع الميداني سيد الصاري. الوضع الميداني للقوات على المشتركة، قواتنا احنا تماما مع قوة تواجدت، نزل بعض الظهيرة من منطقة غريان، ضربنا فيها سيارتين تايجر مسلحات، تم تدميرها تماما وتراجعت قواتنا لانها اصلا تفاجات بالقوه وهي نازله ما يعني بدون تخطيط، يعني كانت في شبه في دوريه فتفاجات بوجودها، فبدا الاشتباك وانسحبت قوتنا الى خط التمركز، يعني قاعده موجوده في منطقه سوق الخميس. طيب هل لا تزال الاشتباكات مستمره حتى الان في تلك الجبهه؟ نعم قاعده مشتبكات الان، كنت متواصل مع المجموعه وفي اشتباك متواصل يعني بساعتين. طيب نتائج هذه الاشتباكات حتى هذه اللحظه سيد عبد الرؤوف؟ العدو معنوياته حاطه جدا جدا، لان هدف بضع من الاموال اللي شفتوها عند الأسرة في جيوفهم، افكار غريبه جدا، يعني حتى يعني بعض تواصلنا مع الاشخاص اللي عندهم الأسرة وتكلموا معاهم، وطبعا اوصينا بمعاملتهم معامله حسنه اخواننا الليبيين ومسلمين، فقلنا لهم شوفوا شنو الافكار يعني اللي ممكن نحاربوها ونقنعوهم بها حتى على الاعلام وان هذا الكلام مش موجود. قالوا والله ما عندهم يعني اي افكار الا الموضوع المادي، ويعني ما فيش ما يحملوا شيء في ادمغتهم ابدا، يعني اي فكره ما عندهم شيء الا المال يعني. طيب بالنسبة لخطابكم الآن لأهلنا في المنطقة الشرقية وأهدافكم بالتحديد وتمسككم بثوابت فبراير؟ هدفنا هدف كل ليبي حر، هدفنا دولة مدنية مستقلة، نتداول على السلطة بصناديق الاقتراع، وكان من كان المهم ليبي ونختاروه ويقوم دستور فيه علم وفيه نشيد نتفقوا عليه. احنا نتمنى من اخواننا المنطقة الشرقية التفهم اهدافنا النبيلة لقيام دولة مدنية، ونستطيع ان نكون يد واحدة ونبني ليبيا الواحدة، ونسأل الله ان ربي يحقن دماءنا ودماء اخواننا في المنطقة الشرقية او في اي مكان في ليبيا ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر عبد الرؤوف الصاري احد قيادات الثوار بمدينة زليتن. معي ايضا الدكتور عبد الله رفادي رئيس حزب الجبهة الوطنية، انضم الي الان. ارحب بك دكتور. اهلا محمد، مرحبتين بك وبمشاهديك الكرام. حياك الله. في البدايه للتصحيح اسمي مصطفى دكتور عبد الله. سوري مصطفى محمد. طيب مصطفى طيب نعم. على اي حال دكتور، ربما قد اتضح لحفتر وحتى الدول الداعمه لا انه لا يمكن فرضه بالقوه من خلال الحرب ومن خلال اشعال فتيل الفتنه في المنطقه الغربيه. ايضا كانت رده الفعل قويه جدا من اهالي المنطقه الغربيه انهم لا يرحبون بحفتر حتى في المسار السياسي أصلا، حتى وإن تخلى عن حلمه العسكري ودخل لعالم السياسة. شوف بدون تأكيد هذه الثورة الآن التي قام بها شبابنا في 17 فبراير الآن أصبحت إرث لكل ليبي وليبية انتظر أكثر من 4 عقود لأن يزول أو تزول هذه الغمة اللي كانت جاتية على الشعب الليبي. فالآن هذا أصبح موروث شعبي لا يمكن بأي حال من الأحوال بأي قوة، سواء كانت قوة محلية ولا دولية ولا إقليمية، حفتر أو غير حفتر، أن تؤثر فيها أو أن تسرقها منا ثانية. هذا الرجل الذي يسمى حفتر والحلة القليلة مع هذا الرجل عنده مشروع، وهذا المشروع لا اعتقد بانه له علاقه بالوطن على الاطلاق، هو مشروع اقليمي وتقابل مع طموحات هذا الرجل لان يحكم ليبيا هو وابنائه وعائلته مهما كان الثمن. واظن الان الـ 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 الان عرف بان هذا الحلم مستحيل،
وإن لا حفتر ولا غير حفتر يستطيع الرجوع بنا إلى ما قبل ثورة 17 فبراير. طيب سيد رفادي يبقى معي الآن، نشاهد مشاهدينا الكرام لقطات مباشرة من ميدان الشهداء لمظاهرات شعبية تخرج تنديدا بمحاولة حفتر الانقلاب على العملية السياسية وتسلل ميليشياته للمنطقة الغربية. تفضل دكتور عبد الله أكمل. الآن احنا اولا يعني الثوار جميعا الحمد لله الآن أثبتوا جاهزيتهم وأثبتوا قدرتهم على أنهم عندما يستشعرون خطر على هذه الثورة وخطر على ليبيا بأنهم يستطيعوا أن يتوحدوا ويستطيعوا أن يتجاوزوا خلافاتهم ويستطيعوا أن يجمعوا أنفسهم في ساعات محدودة. والآن الحمد لله الآن هذا أصبح يعني واضح للعيان سواء في ليبيا أو خارج ليبيا، وأظن الآن هذا يعني انذار لكل من يحاول أن يمس بثوابة هذه الثورة ويمس بالعاصمة ويمس بالمشروع الديمقراطي في ليبيا. هذه رقم واحد. رقم اثنين أن أظن أن هذا الرجل الآن اتضح لليبيين جميعا والعالم آخر بأنه هذا الرجل هذا الفائل، وأن الآن الموقف اللي فيه الثوار سواء كانوا قوة مساندة أو قوات الجيش الوطني الليبي الحقيقي الآن هم في حالة قتال، وإن هذا القتال كتب عليهم رغم أنه كره لهم. هذا قتال لم يسعوا إلى ثوارنا ولا يريدونه ولكنه كتب عليهم، وأظن أنهم سيكونون رجال وهم أهل لهذا القتال. هذه واحدة. الأمر الثاني الآن أنا أتصور أن على المجلس الرئاسي مجتمعا بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي الآن ماذا ينتظرون؟ عليهم الآن أنهم يعني يصدروا قرار أو بيان بأن هذا الرجل هذه المحاولة الثالثة له للانقلاب، الانقلاب التلفزيوني وانقلاب الكرامة الذي حصل في بنغازي، وهذه المحاولة الثالثة للانقلاب على الشرعية الدستورية والانقلاب على شرعية الدولة كذلك. الآن أظن هذا المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش حان الوقت يعلن بأن هذا الرجل خارج عن الشرعية والآن دبر محاولته الانقلابية الثالثة، والآن عليهم أن يصدروا قرار بأن هذا الرجل يكون مطلوب العدالة عن طريق المدعي العام العسكري ووفقا لقانون الإجراءات العسكرية. إذا هذا السيد السراج أراد أن يسترجع ثقة الثوار به وثقة الشارع الليبي الذي لا زال متمسكا بهذه الثورة وبطوابتها، أنه يثبت لهم عن طريق هذا الطلب العاجل أنه فعلا عند مستوى المسؤولية. الثورة ستكون قائمة، رجالها موجودين الحمد لله بالسراج أو بغيره، وأظن هؤلاء الفرسان الآن يعني يقودوا في المعارك، والآن في هذه المعارك لم يلبوا دعوة الوطن لأن السراج أصدر قرار لي، هؤلاء جاهزين منذ أن بدأت هذه الثورة. السيد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها للأسف السيد غسان سلامة عندما يستشعرون خطرا على السيد حفتر يعني يبدو قلقهم، وعندما سيد حفتر دك بنغازي ودمرها ودك درنا وقتل أكثر من 20,000 مواطن ليبي من الطرفين لم يتحرك لا غسان سلامة ولم يتحرك الأمين العام ولم يتحرك مجلس الأمن الدولي، واكتفوا بالقلق واكتفوا بالقلق. وعندما حدثت الأحداث الدامية الفترة الماضية في طرابلس كانوا جاهزين أن يدينوا السيد صلاح بادي ويضعوه على قائمة المطلوبين دوليا. نعم. لماذا الآن لا يتحرك هذا العالم؟ ولماذا لا يخرج الآن السيد غسان سلامة الذي خرج علينا منذ أيام يتهم في كل السياسيين الليبيين وضعهم في سلة واحدة بأنه صراخ وخناف وأنه طابعين في السلطة؟ لماذا الآن لا يخرج في 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 في, في, في انقلاب حصل وفي احتداء فارغ جاي على مسافة آلاف الكيلومترات على المدن الليبية والعاصمة الليبية، ولم يخرج علينا هذا السيد غسان سلامة
ويدين هذا هذا الصائل وهذا المعتدي كما أدان السياسيين الليبيين جميعهم واتهم بالسرقة والكذب والزنطقة. طيب. هنا تأتي ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي. الآن اتضح بالكامل المؤامرة التي أحيكت في أبو ظبي والتي صمت عنها السيد السراج وصمت عليها السيد حسن سلامة وفضحها ليلة البارحة الأستاذ فتحي بشارة جزاه الله خير، وأن هذا المؤتمر الذي يسمى مؤتمر الجامع الآن ويدعو إليه ما هو إلا كان مسرحية لتنفيذ مخرجات هذا الملتقى الذي حدث في طيب في دكتور عبد الله، قبل قليل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال في تغريدة لها على موقع تويتر أنه يغادر ليبيا بقلب مليء بالقلق الشديد ويتمنى أن يكون من المحتمل تجنيب العاصمة وما حولها نهر الدماء والمواجهات العسكرية، وقال أيا ما يحدث في ليبيا فإن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الشعب الليبي. هذا الكلام العمومي غير الواضح، ماذا يفهم منه؟ هل تفاجأ المجتمع الدولي بردة الفعل عن ما قامت به ميليشيا الكرامة وأن حفتر مرفوض في المنطقة الغربية؟ المجتمع الدولي لم يتفاجأ، ونيات حفتر لم يتفاجأ بها أحد، معروفة من اليوم الأول. وللأسف هذا التصريح الذي أدى به السيد الأمين العام المتحدة لا يتناسب والحدث اللي حدث الآن في البلد. هو ضاربة لا أعلم من أين تسلحت. كلنا جميعا شاهدنا العربات والمدرعات والأسلحة الحديثة، عربات حديثة أعتقد لا تزال بنلواتها زي ما يقولوا الليبيين. من أين أتت؟ وأتت في ظل حظر دولي على تصدير السلاح الليبي. من أين أتت هذه القوة؟ العميد محمد جنيدي أمر الاستخبارات العسكرية بعملية البنيان المرصوص قال بأن لديهم معلومات تؤكد وصول هذه السيارات عن طريق الإمارات لحفتر، وأيضا مصر قد أرسلت ذخائر لميليشيات الكرامة أيضا. هم يعرفون هذا الأمر ونحن نعرف هذا الأمر، نعرف من أين أتى السلاح، ونعرف كيف انتصر حفتر على الثورة والثوار، ونعرف الطائرات التي دكت بنغازي ودكت درنا وضربت حتى غريان وضربت طرابلس. من أين تأتي؟ والأمم المتحدة والعالم الحر زي ما يقولون يعرف هذه الحقيقة، ويعرف أن هذا الرجل لا يمكن له أن ينتصر لولا الدعم الدولي والإقليمي الذي يتحصل عليه من هذه الدول، رغم الحظر الحاصل من الأمم المتحدة. يعني للأسف هذا العالم عالم منافق ويتعامل معنا بمعيارين. والآن نحن كليبيين الآن وخاصة القوة التي تحمل السلاح وهي صاحبة التوازن الحقيقي على الأرض لابد أن تدرك الآن بأن هذا العالم عالم عند ازدواجية في المعايير، وأن نحن لابد أن نعتمد على أنفسنا، وإن لابد أن نحافظ على قيم ثورة فبراير، لأن الدولة المدنية الديمقراطية التي تتداول فيها السلطة، الدولة التي يحكمها القانون ويحكمها الدستور، الدولة التي يعني فقدنا فيها شهداء وبتلت فيها أطراف وترملت نساء وتيتم أطفال في سبيل الحرية التي إحنا يعني ننعم بها الآن على الأقل في المنطقة الغربية، هذا مؤشر لنا أن نعتمد على أنفسنا. كذلك الآن هذا المؤتمر الذي يدعو إليه السيد غسان سلامة، المؤتمر الملتقى الوطني، والذي نحن نعتقد بأنه كان عبارة عن مسرحية الغرض منها
تطبيق مخرجات الاتفاق الذي حدث بين حفتر وسيد السراج وبرعاية أبو ظبي. الآن اتضحت الصورة لهؤلاء الناس الوطنيين اللي المفروض يدعوهم غسان السلام المطلق الوطني العام لهذا المطلق العام. وأنا ظني الآن هذا هو الوقت المناسب، لأن هؤلاء الناس الذي تمت الدعوة لهم لم يرفضوا هذا الملتقى، وإن نحن الليبيين نعم نريد أن نلتقي ونحل مشاكلنا، لكن لابد أن تكون بإرادة ليبية ولابد أن تكون الصورة واضحة لنا. الآن اتضح لنا بالدليل القاطع مدى ازدواجية المعايير التي تحرك بها السيد المبعوث الخاص للأمين العام وعدم الوضوح، واتضح المشروع اللي كنا احنا للاسف ذاهبين له في غدامس في منتصف هذا الشهر. اشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الله الرفادي رئيس حزب الجبهه الوطنيه، كنت معي عبر الهاتف. الان مشاهدينا ننتقل الى ميدان الشهداء لنقل المظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها ضد التحركات العسكريه التي قامت بها ميليشيات الكرامه والتي تستهدف امن العاصمه مؤخرا. الذين ما انفكوا عن هذا المكان، مكان العزة، مكان الكرامة الحقيقية، مكان دعم الثورة سنوات وهم رابطون في هذا المكان. تحية لحرائر الميدان وتحية لأحرار الميدان. التحنين لدوارهم الأبطال الشرفاء الذين يسطرون في هذه اللحظات التاريخ الناسع، تاريخ البطولة والجهاد، وإكمال طريق رفقائهم الذين فقدناهم من الشهداء. نحن على دربكم سائرون ولن نتوقف حتى نطهر البلاد من الحولة والعملاء ومن باعة الوطن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هيا لسواء البلاد الشرفاء من كل المدن الذين تنادوا من كل حد وصوت لطهر هذه العصابات، العصابات الإجرامية المرتزقة عادلي الأخلاق والكرامة، عملاء بني صهيون، عملاء الإمارات وعملاء السيسي العميد. نحن على طريقكم أيها الشهداء الزينون، لن نغير ولن نبدل، ثابتون على المبدأ الذي خرجنا عليه. ها هي إخوتي 17 فبراير تتكرر، تبدأ من جديد، تبدأ بحلة جديدة ولن تقف حتى تكتمل، حتى تفرض مبادئها. شاء من شاء وأبى من أبى، رضي من رضي وكره من كره، في النهاية فالمحتاج تتكرر من جديد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يسقط حفتر وكل عميل خايف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. إلى كل الأحرار والحرائر في ميدان الشهداء، ميدان الشرف والعزة والكرامة الحقيقية الغير مزيفة، في هذا اليوم يوم الجمعة يوم الغيث النافع من عند الله سبحانه وتعالى، في إشارة ربانية إلى النصر العظيم الذي حققه رجالنا وشبابنا في الجبهات. في هذا اليوم نريد أن نرسل رسالات، نوصل صوتنا للعالم بأسره. لا بد أن نصل صوتنا إلى العالم بأسره ونختصر في رسائل محددة. نتمنى من الجميع
الصحابة الذين سارعوا وتخلوا عنا في الصف وذهبوا إلى الجهات الأخرى بحجة الاتفاق والوفاق، اعترفوا أنهم قد وقعوا في خدعة عظيمة وأنه قد تم الغدر بهم وتعرضوا للخيانة. لذلك اليوم نقولها كما قلناها من قبل، نحن لا نخشى إلا الله، قلناها في ظروف الحالكة، فما بالكم اليوم ونحن نرى أبنائنا في الجبهات يحققون النصر على أولئك الظالمين. اليوم رسالتنا كأحرار ليبيا، سواء الذين كنا في الميدان أم الذين كانوا في مدنهم يتابعوننا أو في بقية مدن الدولة، ليست المسألة اليوم في عدم عسكرة الدولة، اليوم المطلب عدم وجود هذا المجرم في يد النهاية. يقولها وليأتي أملاهم يصوروا ويسجلوا كما شاءوا، فالخوف من الله عز وجل الوحده ليس لدينا ما نخفيه ولا ما نخشاه. يقولها اليوم اي محاوله اخرى لادراج هذا المجرم، هذا المتمرد، هذا الاسير، هذا الحقير في اي اتفاق سياسي او مشاورات مرفوض بالكلية. هنا وجه النداء للجميع، نوجه النداء للجميع، ها قد وصلتم الى ما وصل اليه الاحرار والحرائر، سنوات سنوات ونحن نصرخ جميعا ونقول ان الاتفاق السياسي هذا الذي يدخل هذا المجرم كجزء رئيسي في المنظومه السياسيه في ليبيا هو امر مفروض، امر خطير، هذا خاين، هذا منقلب، هذا متمرد، هذا لا يجوز للليبيين ان يرتضيه. اليوم بعد هذا السنوات وبعد هذا المشوار الطويل وصلتم الى نفس الحقيقه. اذا الان نحن وانتم على خط واحد، لكننا نقول لكم اياكم ان تنصاعوا للإبداعات الخارجية وللإدارات الخارجية وللتهديدات الخارجية بقبول هذه الهجوم الواحدة. بالنسبة لنا نحن انتهى الأمر خلاص، انتهى. لا يذهب هو وابنائه قبل ان يلاحقه الثوار، ركبوا يعود الحفاظ. انتهى الامر بالنسبه لنا، انتهى الامر. هذه الرساله الاولى. اما الرساله الثانيه، فنوجهها باسم الاحرار والحرائر، مع اعلم انه في قلبي هو في قلوب الجميع. نوجه رساله لما يعرف سورا وبهتانا باسم البعثة الأممية في ليبيا. أنتم جزء من المؤامرة على الليبيين، أنتم جزء من المؤامرة على الليبيين، هذا واضح وبين. ثلاثة أيام لم نسمع صوتا للبعثة الأممية في إدارة ما قام به هذا المجرم المتمرد. لماذا؟ لأنهم جزء من المؤامرة، لأنهم على علم مسبق بتحركاته نحو الجهات الغربيه. لذلك نقول لنصران سلامه، انت لم تقرا التاريخ. لو كنت قرات التاريخ كنت علمت انك تتعامل مع احفاد المختار والصاعقه. كنت علمت لو كنت وانت تتجول بسيارتك داخل احياء طرابلس، لو كلفت نفسك ان ترفع بصرك من نافذه السياره لرايت الصارخ فيلادلفيا هناك، رايت صارخ فيلادلفيا، ورايت تاريخ ليبيا وتاريخ الليبيين، وان هذا الشعب لا يرجع الا لخالقه سبحانه وتعالى. انتهت علاقتنا
الأربعة الأممية في هذا السنة ثلاثة، ويا سكيفاني ويا بقية الأربعة الأممية، أتدرون ما الخطأ الجسير الذي ارتكبتموه في ليبيا؟ هل تدرون إنكم تجاهدتم العامل الأكبر والعامل المؤثر في ليبيا؟ أنكم تجاهدتم دوار 17 فبراير، تجاهدتم الأحرار والحرائر، تجاهدتم هذا الميدان، هذا الميدان الذي روي في فبراير بالدماء، تجاهدتم التاريخ الذي لا يمكن لأحد أن يصوره. أما الرسالة الثالثة فهي الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تحية، تحية الرجال للرجال، تحية الأحرار للأحرار، تحية إلى رجال مصراتة، تحية إلى رجال سليتر والخمس والسلاتة والكرابولي ترهونة، تحية إلى رجال تجول سيادة الكبتان، تحية إلى رجال سيد الشبع وطرابلس المركز وحي الأندلس، تحية إلى سوس مسلم، تحية إلى سوس مسلم، تحية إلى رجال جرجور، تحية إلى الزاوية العفقاء، تحية لكل الأعمار، تحية من الأعمار لرجال الزاوية العفقاء، حجر الزاوية في دورة 17 فبراير وفي الدفاع 17 فبراير، تحية إلى الشرفاء في صرمان والعجلات والصبرات والبقية في الساحل، تحية من الأعماق من هنا إلى الأماجيد الأشراف، أماجيد الساحل، أماجيد الشجر، تحية إلى الشرفاء من أهل السلطان ومن كتلة ومن شرفاء الريان ومن بقية المدن الليبية في الجبل وفي الساحل، تحية لهم جميعا على صمودهم، على تصديهم، على وقوفهم في رقاش الطاغية، تحية من الأعماق، تحية كبيرة لا يعلمها الله عز وجل للرجال، رجال بنغازي والبيضاء والشافية إلى المرشحين من المنطقة الشرقية على وقوفهم مع إخوانهم ودفاعهم على هذا الأرض. أختم بالقول، أنا حسكت أختم بالقول، أنا خذ كرسي، صدعوا رؤوسنا، صدعوا رؤوسنا بالمقاطع التي يقولون فيها جئنا لتحرير طرابلس، جئنا لتحرير طرابلس اليوم من ميدان الشهداء هنا في طرابلس وسط الشرفاء الأحرار والحرائر، نقول بإذن الله الواحد الأحد نحن سننطلق لتحرير الشرق بجميع الله، سنحررلكم من الاستعمار المصري لمناطق الفرنسي ومن عصابات الشاب والناجح، نحن سنذهب الى اخواننا الى اهالينا الى احبابنا الى احبابنا الى احبابنا جميعا، ونقول فبراير المنتصر باذن الله الواحد باذن الله سبحانه وتعالى الكفار الذين لم يتبعوا الحكيم، الكفار
الذين قرروا على الإسلام، وهذا الذي يدعى حفتر ومن معه خرجوا عن الإسلام لأنهم يبتغون الفتنة ويبتغون قتل الإسلام وقتل الليبيين. ونحن هنا نؤكد على أن الشعب قام بثورته ولم يتنازل عنها. إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمات لعدد من المتظاهرين في ميدان الشهداء والذين نددوا بمحاولة الانقلاب على المسار السياسي ومحاولة حفتر العودة بالبلاد لحكم العسكر وتسلل ميليشيات الكرامة للعاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها ونجاح الثوار في صد تلك المحاولة والحفاظ على الدماء الليبية من الإراقة والفتنة. وكانت لهجة الخطاب للمتظاهرين تتركز حول لم الشمل للحفاظ على مكتسبات فبراير والحفاظ على المسار السلمي والعملية السياسية والتداول السلمي على السلطة. مشاهدينا، لازلنا معكم في تغطياتنا التي نفردها لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة الغربية وتقدم قوات الثوار وصدهم لمحاولة تسلل ميليشيات الكرامة للعاصمة طرابلس. سنرجع مرة أخرى لنقل تظاهرات ميدان الشهداء مرة أخرى. ألتقيكم على رأس الساعة في أمان الله. هكذا تاريخنا، هكذا لباننا.
الفضيلة العمر هكذا رمضان الجاهلية ولكننا كأحفاد في عمر الوطان نقدم الثورة يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة ودقيقة بعد دقيقة لكي نرتفع ولكي نحقق إننا لا نريد أن نكون شهداء شهداءكم أين شهداءكم بالأمينة أين دعمتم فاستمروا بالإخوان استمروا في العطاء اقلبوا الحولة اقضوا على الحولة نقلكوا صفوفكم نقلكوا صفوفكم هكذا لا بد من ان نستمر في النضال لان نضالنا يعني الحرية ويعني الديمقراطية الحقيقية لقد تركناهم للاسف يلعبون ويلعبون هنا وهناك فأنتموهم يا جماعة فكانت الخيانة كانت الخيانة كل من هو خائن يجب أن Yeah,